زدت لاش درت فيها من عمي انا نقول افوكا ولا افوكات الويزا اللي تسلكني الو وي الويزا نعم كيف اختي الحمد لله الويزا راني مغبون فيها قضيه اذا كانت قضيه قضيه حكومه او دوله فانا راني معاك وراني مسانداتك ما تكسرش راسك تفضل او باينه حكومه ودوله او بومبيا تفضل شوفي انا كذبوني بكاروزطلا نص كاروزطلا قالوا نعطوك عامين لا 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 هذه قضية ضد النظام وهذا التفاف ضد الشرعية فأنا ما نكونش معك في هذه القضية ومن فضلك اسمح لي ما نقدرش نتدخل معك ولا نحامي عليك اسمعيني أنا عارفك شاكي تخمي انت يا ناس ملاح أنا نشوف تلفزيون راكي تدافع على الحكومة راكي تدافع على الدولة اللي يخرف الحكومة راكي تعطيه راهم فرحانين بيك سي تقدير انت تبغي المساكين باسكو الدولة مسكينة مسكينة راهي من جهة معارضة غابنتها من جهة الشعب غابنها تمانا تاني اني مغبون عاونيني كيما كي معاولة الدولة الو وي ربي سعد صاحبي توحشتها والله غير الحمد لله حتى انا توحشتك ما تبان ما تعيط ما تقول بالربو صاحبي لا فيها خير فيها خير ولي نعم يا درا الشكيله اللي درا حليل واجباتك لا يعني هو مهرج حتى الشكيله تاعو تاع المهرجين تما شكون من هو مهرج تما كنت باين خلو زاوي منصوري بزاز هادو كان خلاو نادير بلحاج كان خلاو زاوي منصوري هايلين هادو جبور غزال ارجع اسمع لي عقليتك انت ماهيش كيما تاعك تدير وقت تاركت بزنس خويا لا صح راني شومير راني ناقد في الصفقات فيها خير ان شاء الله فيها خير وهاديك لافير تاع مش عارف كنت باين لي بالغين ولا مش عارف انا جلالي ولا مش عارف وحده دات لك دراهم لا والله غير دات لي دراهم صح في الحقيقة ولكن راح نبعث لها النذير بالحاج يجي لي موراها ويحكمها أكثر بالشرطة العزيز واش حبيبي صافا صافا خويا مو حبك حاجة راهي في راسي حاير فيها واش هي ليكيب ناسيونال لو كان يتكاليفيا وكيفاش مع رمضان إيه زعماك شاه على الصوم على الصيام على هما يصوموا دا حبيت تقول كارل ياكل كادامور وياكل مبولي ياكل نقول لك حاجه وشنو انا الحاج واني شاك فيه ياكل شكون الحاج ها راه راه واش كفو يا اخي ما نعاونكش انت نعاون الوزراء ونعاون الرئيس وانا مع هذا النظام ومسانداته قلبو رب فهمت ومرفض لك ما تدخلش روحك على خاطر راك بديت تروح فيه صعيب بيناتنا نعم فالكوريزيسي تفضل انت تضربي سلعة تضربي يا اخي شوف هالكلام التافه هذا اللي وصلنا له وهذا نظن باللي ماشي مستوى فهمت هذا انحطاط يا ودي ماشي انحطاط انا ما كيف انت يا انا مع حزب العمال مع المعارضه واللي رايح الفمه في الدوله تعطيه تي راكي مع الدوله ولا راكي مع المعارضه انا الزطلة وما دوختنيش كما دوختيني انت يا لويزا اختي يا اخي هذا تدخل صريح ضد حزب العمال ومن فضلك ما تكلمش معايا وبزاف وقطع الحديث من فضلك بزاف خويا بزاف قسما بالله لا تضربي سلعه فوردي يا فهمت يا جاني راك فرحان راك تضحك راني فرحاني ساق انا نفوت لك راهو راهو ما تفوتليش راهو فوت لك راهو راهو لا 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 نفوت لك راهو راهو ابدا لا 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 اي صح يضحك صح ما تفوت صحي فوت لك راهو راهو لا 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 فوت لك راهو راهو لا 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 يا خويا سعد نسكت سعد راهو راهو هذا على كل ما يسمع يبكي بالك بيع له هو ثاني ومبالغين وما خلصهاش